نهضروا على الاكتيف فيرسس باسيف. اكتيف فويس باسيف فويس، نشوفوا شنو هما الفوارق بيناتهم، شنو اللي كيميز كل واحد، وغادي نعطيو ان شاء الله امثله. اوكي، اذا كما كتلاحظوا في الطابلو عندنا التنسز، يعني هما الازمنه، يقدر يكون بريزنت باس بيرفكت سنس سنسبل. غادي نشوفوا. اوكي، عندنا التنسز وعندنا الاكتيف وعندنا الباسيف. اذا هنا عندنا امثله ديال الاكتيف وهنا امثله ديال الباسيف. اذا قبل ما كما كتلاحظوا هنا اكتيف، يعني هنا التركيز كيكون على ذا سب وات ذا سبجكت داز. اذا فاش كنقولوا الباس اكتيف سنتنس كنركزوا على شنو دار الفاعل، وات ذا سبجكت داز. فور اكزامبل لوسي، اذا كنركزوا على لوسي شنو دارت، كلير. ولكن في الباسيف ما كنركزوش على لوسي شنو دارت، ولكن كنركزوا على شنو وقع، وات هابنز تو ذا سبجكت. اذا شنو وقع، يعني التركيز كيكون على ذا اكشن، ماشي ذا دور كما شفنا قبل. اذا كما كتشوفوا نظركم، اوكي تنسز. اذا عندنا البريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل عندنا ثلاثه ديال لي فورم، هما ثري فورمز. عندنا ام وعندنا از وعندنا ار. هذا البريزنت سيمبل، فيرب تو بي في البريزنت سيمبل عنده ثلاثه ديال لي فورم. اوكي، عندنا ام فاش كنقولوا اي ام، اوكي، وفاش عندنا از فاش كنقولوا هي شي ات از، وعندنا ار وي ار يو ار اند ذي ار. alright. طبيعة الحال القاعدة ديالو هي هذه، إذا واحد من هاد الثلاثة ديال لي فور، أوكي، بلاس زائد الباس بارتيسيبل هو اللي غادي نتعاملو معاه. طبيعة الحال باس بارتيسيبل أوف ذا ميفر، يعني كنجدو اسم المفعول ديال الفعل الأساسي في هاد الجملة. نعطي واحد المثال، محمد سينس نيسيمس، محمد سينس نيسيمس، أرسل محمد رسالة قصيرة، محمد سينس نيسيمس. هذه يعني الجمله بشكل اوكي اكتيف، ذيس از اكتيف، الجمله العاديه اللي كنستعمل. محمد سينس نسم سبجكت فيرب، و نسم از ان اوبجكت اس في سبجكت فاعل فعل ومفعول به، هما كما كتلاحظوا الوان مختلفه. اذا هذا البريزنت سيمبل. في الباسيف شنو كتولي لنا؟ كتولي لنا كما قلنا الاوبجكت، ها هو النسمس كما كتلاحظوا هنا هو الاخر، دابا ولا والو. النسمس از سنت باي محمد، سنت از ايرجولار فيرب، از ان ايرجولار فيرب. اذا كتولي سنت في الباس، اوكي، باس بارتيسيبل كتولي سنت. اذا النسمس يعني هذه مفرد، خصنا فيرب تبي مفرد وخصو يكون في البريزنت، حيت التاس هنا في البريزنت از سنت كما كتلاحظوا هنا باي محمد، يعني اوبشنال. alright، يعني ماشي مهم بزاف، قدر ما ديروش. اوكي alright، ولكن التركيز هنا كيكون هنا على النسمس، شنو وقع على النسمس. مثال ثاني هو present continuous. present continuous قاعدة ديالو واضحة. إذا عندنا verb to be كما شفنا قبل، هادو verb to be plus being، يعني كيكون continuous كيكون في ing، اوكي، plus being plus past participle، هذه القاعدة ديالو. شوفوا المثال، محمد انا اي كما كتلاحظوا عندي نفس المثال غادي نعتمدوا عليه باش تفهموا شنو هو الفوارق. محمد از سندين ان اس ام اس، هذه القاعده ديال بريزنت كونتينوس. اوكي، فيرب تو بي بلس فيرب بلس اي ان جي. اوكي، محمد از سندين ان اس ام اس. في الباسيف تولي لنا ان اس ام اس نفس القضيه، اوبجكت بيكام سبجكت، ان اس ام اس از بين، هاي از فين از، ها از، وهي بين القاعده ديالها، وبين سنت، سنت هي الباس بارتيسيبل او فيرب تو سند. alright، دابا غادي نهضروا على بريزنت بيرفكت. بريزنت بيرفكت، بريزنت بيرفكت القاعده ديالها واضحه، اوكي، هاف ولا هاز بلس بين، يعني ولا بلس اوكي دان او غان او سمثين لايك. ولكن في الباسيف القاعده واضحه، هاف اور هاز بلس بين plus past participle of the verb. Okay, إذا الإكزامبل، this is active، محمد has sent an SMS. هذا هو present perfect. Okay، has، حيت هنا عندنا singular، و sent هو past participle، محمد has sent an SMS. Again، an SMS has been، هاي has، شتيها؟
I has وهي القاعدة been و sent هو past participle of the verb. Past simple. Past simple كما قلنا بالنسبة لل verb to be كاين عندنا two forms was ولا were. هذه singular وهذه الجمع. كلام؟ إذا القاعدة واضحة هذا واحد مجرور زائد past participle of the verb. Example محمد sent an SMS. أرسل محمد رسالة يعني هذه فين في الباس ان اس ام اس واز حيت عندنا سينجولار وعندنا الباس واز سنت باي محمد ارسلت رسالة من طرف محمد اوكي دابا عندنا الباست بيرفكت باست بيرفكت باست بيرفكت القاعدة ديالو هي هاد بلس بين ولا دان ولا شي اوكي بلس باس باسيف ولكن في الباسيف كتكون لنا هاد بلس بين كما كتلاحظوا البيرفكت كتكون بين اوكي هاد بين بلس باس باتيسيب هذه القاعده كتشدها كتطبقها ما كاين حتى شي صعوبه هنا محمد هاد سنت نسمس هذه اكتيف ولكن الباسيف كتولي لنا عاوتاني اجين نسمس هاد ها هي ها هاد وها بين اوكي هاد بين وخصنا الباس باتيسيب هو هذا ديال الفيرب تو سنت هاد بين سنت باي محمد اجين دابا عندنا فيوتشر سيمبل ولا سيمبل فيوتشر فيوتشر سيمبل هي ويل بلاس فيرب كلير ويل بلاس فيرب اذا في الباسيف كتولي لنا القاعده هي ويل بلاس بي فيرب تو بي بلاس باس كما كتلاحظوا الباس باسيسيبل ديما تابعنا ديما خدام معاه اذا الاكزامبل محمد ويل سيند ان اس ام اس سيرسل محمد رساله قصيره شورت مسجز سيرفيس passive تقول لنا نسمس يعني هو المفعول به will be هاي will وهاي be will be sent by محمد دابا غنشوفوا الفيوتشر بيرفكت اذا عندنا الفيوتشر بيرفكت فيوتشر بيرفكت هو will كيف الباسيف كتولي will have been plus plus participle اذا محمد will have sent an SMS هذا هو الفيوتشر بيرفكت بشكل عادي اللي كنستعمله محمد will have done his work محمد will have something okay now passive an SMS will ها هي will have كلام been هذه قاعدة زائد past participle of the verb by محمد it's optional دابا غادي نهضروا على المودل فيربس مودل فيربس في الانجليزيه كاين بعض اوكي كيتسمى مودل فيربس ما كاينش بزاف هنا اقتصرت على واحد بعض الامثله اوكي سو ماي كان ويل وود كود شود اتسيترا اوكي قاعده واضحه مودل فيرب سوري مودل فيرب ام في بلس بي بلس باس بارتيسيبل اوف ذا فيرب اكزامبل محمد ماي سند ان اس ام اس ربما سيرسل محمد رساله اوكي في الباسيف كتولي لنا ان اس ام اس الرساله ولا رساله مي بي سنت ربما سترسل مي بي سنت باي محمد